استشهاد الأخ القائد تامر النشرتي بالأبوة الناسفة يقول بأن هناك نقلة نوعية لدى المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين ومحاولات حثيثة لنقل المعركة إلى الأمام في مواجهة هذا الاحتلال وإيلام هذا الاحتلال وعدم الإبقاء فقط على الأسلحة الخفيفة في مواجهة هذا الاحتلال. وهي دعوة اليوم نطلقها من مخيم جنين لكل أصحاب الخبرات والطاقات والعلم ألا يتركوا هذا العلم دون مخيم جنين. نحن نتحدث عن معركة حقيقية تدار على داخل المخيم وفي أزقة المخيم مع هذا الاحتلال، والاحتلال يستخدم التفوق التكنولوجي والتفوق التسلحي، وعندنا همة صاعدة من الشباب لا تلين ولا تنكسر باستشهاد تامر النشرتي ولا غيره من الشهداء، ولكن التفوق العسكري يجب أن يقابل أيضا بتسلح أكثر لدى المقاومة الفلسطينية. فهي دعوة للكل أن يضع الإمكانات بيد فصائل المقاومة وأبطال المقاومة في المخيم جنين.